كان شخص دور بابا عاشور، هاد الشخصية الرمزية التراثية اللي يعني بدعتها وخرجتها للحياة جمعية لقاءات للتربية والثقافات باش نحافظوا على الاحتفال بالعام الهجري ديالنا وبعاشوراء اللي هي رمز ديال التكافل والتضامن الاجتماعي ورمز ديال التعاون التآزر بين الأسر والعائلات وبين الأغنياء والفقراء. وأنا هذه 11 عام وأنا كنشخص هذا الدور بكل فرح وبكل اعتزاز. دورة 11 لقافلة بابا عاشور تحل بإقليم اليوسفية من تنظيم جمعية لقاءات للتربية والثقافات وبمبادرة منها وبشراكة مع عمالة وإقليم اليوسفية وبتعاون مع الجماعات التابعة لها وفعاليات المجتمع المدني ومديرية الإقليمية للتربية الوطنية ومديرية الإقليمية للثقافة كنظموا هالدورة 11 والقافلة تحل بمدينة اليوسفية. كما كتلاحظوا بابا عاشور كيزور الأطفال محمل بالهدايا وبالفاكية. الهدف من هذا هو يعني هدف تربوي تحفيزي توعوي أنه نخلو دائما جيل صاعد عنده ارتباط بهويته، خاصة أن شعار القافلة هو التراث اللامادي ركيزة أساسية لتثبيت هويتنا. كيشرفوا انه يكون بمدينه باقليم اليوسفيه. انا وهذا الشيء بصالح المدينه، انا غتزيد السياحه وتزيد شهره. لاول مره كنشاهدوا بحال هذا المهرجان بمدينه اليوسفيه، شيء جميل بالنسبه للاطفال لانه بمناسبه عاشوراء، والحمد لله شيء جميل بالنسبه للكل. انا من سكان مدينه اليوسفيه وجنا بابا عاشور، هذه اول مره كنحضر بحال هذه المراسم ديال بابا عاشور. تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.